وشوشة. انت عندك ميكروفون، اطلع واثبت نفسك عليه. موضوع لا ليه علاقة بإمكانيات ولا ليه علاقة بحاجة، الموضوع ليه علاقة بكاريزما ولا ايه؟ يعني زي برضو انت ممكن، يعني انا هقول تاني اهو، احنا عندنا شباب انضموا لنغم اف ام من السوشيال ميديا، لا عندهم مايك ولا عندهم حاجة، عندهم باب صغير قد كده اسمه الفيسبوك، طلعوا على الفيسبوك سجلوا فيديوز، الفيديوز دي لفتت نظر المسؤولين في نغم اف ام، ندهنا لهم وانضموا عندنا. فالفكرة ملهاش علاقة بنجاح المذيع، ملوش علاقة بالإمكانيات، ليه علاقة بالكاريزما بتاعته، وليه علاقة بإنه كل شخص عايز يشتغل على نفسه ويطور من نفسه. هو أكيد طبعاً شارع الفن ليه توقيت، ده كان توقيت بالليل من 6 ل 8، نوستالجيا توقيت أنا مقدمت، أو فانتازيا البرنامج من الساعة 12، فده توقيت غريب تماماً عليا، بس أنا انبسطت الحقيقة، لأن أنا مع الناس، وهي في ناس بتبقى في الوقت ده نازلة رايحة شغلها، في ناس جمهور جديد الحقيقة جنب جمهوري اللي أنا بحب اللي يمكن أفرط فيه، فيمكن الموضوع كان غريب عليا شوية، والتغيير مطلوب يعني، والتحدي دايما طول الوقت مطلوب، إنك تعملي حاجة جديدة، إنك تروحي في وقت ناس كتيرة بيقولوا الوقت ده ميت مثلا ما بيتسمعش، فالمذيع الشاطر بقى اللي يقدر يخلق من الوقت الميت ده ناس تسمعه، يفتحوا الراديو مخصوص عشان يسمعوا البرنامج ده في التوقيت ده، فهو تحدي جديد. أتمنى إن شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى إننا أكسب. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org